بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى القضايا المحورية في باب الإمامة قضية المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. الإيمان بهذه القضية يعني الإيمان بجميع الأئمة الذين تقدموا الإمام المهدي. إذا آمن المؤمن بالمهدي يعني آمن بجميع الأئمة الذين سبقوه، ولكن قد يؤمن الإنسان بإمامة سائر الأئمة ولا يؤمن بالمهدي المنتظر. لذلك في هذا اليوم أتحدث بإذن الله تعالى حول وجود المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. هنالك أربع مراحل يجب أن نطويها للإيمان بوجود المهدي. المرحلة الأولى مرحلة إمكان الذاتي، المرحلة الثانية مرحلة الإمكان الوقوعي، المرحلة الثالثة مرحلة الوقوع العام، المرحلة الرابعة مرحلة الوقوع الخاص. وهذه المرحلة الرابعة تتفرع إلى فرعين. الفرع الأول الطريق غير المباشر، الفرع الثاني الطريق المباشر. أما المرحلة الأولى فهي مرحلة الإمكان الذاتي. عندما نقول الإمكان الذاتي ماذا نعني؟ عندما نقول الظاهرة الكذائية ممكنة بالإمكان الذاتي أو نقيض ذلك أو ضد ذلك، إذا قلنا إنها ممتنعة بالامتناع الذاتي، ماذا نعني بهذا المفهوم؟ الإمكان الذاتي عبارة عن تساوي نسبة الشيء إلى الوجود والعدم بلحاظ ذاته، هذا يقال له الإمكان الذاتي. يعني إذا أخذتم شيئا من الأشياء ظاهرة من الظواهر
وعرضتموها على العقل في حد ذاتها بعيدا عن جميع العوامل الخارجية. العقل يقول هذه الظاهرة ممكنة أو ممتنعة. إذا قال إنها ممتنعة في حد ذاتها فهذا الشيء يكون ممتنعا بالامتناع الذاتي، وإذا قال بأنها ممكنة فهذا الشيء ممكن بالإمكان الذاتي. هذا هو أو هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الإمكان الوقوعي، الممكن الوقوعي. ماذا يعني الممكن الوقوعي؟ هو الشيء الذي لا يستلزم وجوده باطلا أو محالا، يعني لا نلاحظ الشيء في حد ذاته فقط، وإنما نلاحظه بلوازمه بما يتقدمه ويتأخره. نرى أن هذا الشيء هل يلازم وجوده محالا؟ هل يلازم وجوده باطلا؟ إذا كان كذلك فهو محال بالامتناع الوقوع. أما إذا لا فالشيء ممكن بالإمكان الوقوع. مثلا إذا قيل لكم أنه بعد 100 عام أكو كتاب عنوانه صدمة المستقبل، إذا آبائنا كانوا يقولوا لهم قبل 200 عام أكو واحد في الشرق واحد في الغرب يتكلمون واحد ويا الآخر، في نفس اللحظة الصوت ينتقل من المشرق إلى المغرب، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون إنه محال. الآن تحول إلى شيء من الأشياء الواضحة والبديهية في حياتنا. في المستقبل إذا قالوا لكم إن هنالك مركبة فضائية نزلت في الشمس والأفراد نزلوا على سطح الشمس وأخذوا يمشون، هذا محال؟ لو ممكن بلي محال. ليش محال؟ يمكن واحد يصنع هنالك شيء يقيه من الحرارة وينزل في قلب الشمس، هذا مو محال. عندما تعرضون هذه القضية على العقل، العقل يراها ممتنعة بالامتناع الذاتي، لا. ممتنعة بالامتناع الوقوعي، لا، لأنها لا تستلزم لا باطلا ولا محالا. منتهى القضية، نحن البشر الآن ما عندنا أدوات تحقيق هذا الشيء. من الممكن في المستقبل البشر توجد لديه أدوات تحقيق هذا الشيء، فإذا هذا مو محال. إحنا بعد 100 عام إذا نجي نشوف عالم آخر، عالم جديد، الأرض تبدلت، الوسائل تبدلت، ولكن كلها ممكن. يعني الآن أنتم إذا تعرضون القضية على العلماء الكبار أنه في المستقبل هل يمكن أن ينزل الإنسان في قلب الشمس، يقولون ممكن مو محال.
إذا شيء، الآن نذكر المقياس للمحال وغير المحال، إذا شيء كان لازم اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين فهو محال، وإلا فليس بمحال. الأشياء كلها إذا انتهت إلى اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، أما إذا لا فلا يوجد هنالك وجه لكونها محال. فبناء على ذلك من الناحية العلمية، يعني عندما تعرضون القضية على عالم من العلماء، وعندما تعرضون القضية على مفكر من المفكرين، قضية وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه غير ممتنع، ممكن واحد يعيش ألف. نعم نحن البشر إلى الآن ما وجدنا وسائل تحقيق ذلك، ولكن هذا مو معناه أنه محال. أكو في أحاديث الإمام المهدي عندما يظهر أن الإنسان يعمر طويلا، أظن هذه العبارة موجودة في الروايات، ويولد له ألف ذكر من صلبه، ألف هذا ما في شيء، هذا شيء ممكن. فبناء على ذلك قضية العمر الطويل لا هي ممتنعة بالامتناع الذاتي، ولا هي ممتنعة بالامتناع الوقوعي. نأتي إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي مرحلة الوقوع العام. هل وقعت هذه القضية؟ الجواب نعم، وقعت هذه القضية أولا في عيسى المسيح. عيسى المسيح الآن كم عمره؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وفي آية أخرى بل رفعه الله إليه. جد عمره الآن على المعروف حوالي 2000 عام وشوية، إلى الآن حال. كيف يمكن أن يكون المسيح حيا 2000 عام ولا يكون المهدي حيا 1000 عام؟ هذا محال وهذا مو محال. الخضر 1000 عام، يعني تقريبا أكثر من 1000 عام. الخضر على المعروف إلى الآن حي وينجي الأفراد، وقع ذلك. نوح بنفس القرآن الكريم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هاي مدة الدعوة فقط قبل الطوفان، مو عمره. عمره كم كان؟ أكثر من ذلك، يمكن حوالي 2500 عام عمره. فوقع ذلك. هناك آية لطيفة حول يونس، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذا في تلك الظلمات ما كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كم كان يفتر؟ إلى يوم القيامة. اللطيف في الآية مو فقط أنه هو كان يبقى، يعني يونس كان يبقى، الحوت أيضا كان يبقى، للبث في بطنه، يعني هو كان يبقى والحوت كان يبقى إلى يوم القيامة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
فإذا الإمكان الذاتي متوفر، الإمكان الوقوعي متوفر، الوقوع العام متوفر. يبقى الكلام في المرحلة الرابعة، الوقوع الخاص، يعني بقاء المهدي، وجود المهدي وبقاء. هذا كيف نثبته؟ كيف نثبت أن الإمام المهدي وجد وبقي؟ باختصار حتى لا نطيل، أكو هنالك طريقة. الطريق الأول الطريق غير المباشر، الطريق غير المباشر الحديث المعروف، الأئمة بعدي 12. هذا الحديث مو من متفردات الشيعة، هذا موجود في أصح كتب العام، هذا الحديث موجود حتى في البخاري. والعجيب في البخاري أن البخاري كان قبل عهد الإمام المهدي. البخاري متى كان؟ في عهد الإمام الجواد والإمام الهادي صلوات الله عليه. يعني ما يتمكن واحد يقول أن هذا انعكاس عن الواقع، هذا كان متقدم عن الواقع. قبل أن يكتمل عدد الأئمة 12 البخاري وهو من علماء السنة المتعصبين سجل في صحيحه الأئمة من بعد 12 كلهم من قرن. فما يتمكن واحد يقول أن الواقع هو الذي خلق هذه الفكرة، فكرة الاثني عشرية. هذا الحديث متقدم على الواقع. وبعدين ما رواه الشيعة فقط، هذا واحد من كبار علماء العامة المتشددين. إذا تلاحظون البخاري لم يروي عن الإمام الصادق حديثا في البخاري، جدا كان متعصب، ومع ذلك ذكر هذا الحديث. من هم هؤلاء الأئمة الاثني عشر؟ أي تفسير ما؟ حتى أحد علماء العامة ذكر في كتابه يقول إني، يمكن هو ابن الجوزي، يقول أنا أطلت التفكير في هذا الحديث فلم أعرف له معنى، ما له معنى. فالحديث النبي قايله وأكد عليه وموجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يقول أنا ما أدري شنو معناه. أي تفسير ماكو لهذا الحديث بحساب الاحتمالات إلا الفكرة التي يقولها الشيعة من وجود الأئمة 12. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، في صحيح الترمذي، في عشرات من مصادر السنة والشيعة. تفسير ما عنده. وإذا تردون جربوا الآن أن تسألوا أي واحد من علماء السنة من هم هؤلاء الأئمة 12، ما عندهم، أو كل واحد يجاوب جواب مخالف للثاني. الواقع الوحيد الذي ينطبق على هذا الحديث هو الواقع الذي تقوله الشيعة الإمامية 12. هذا هو الطريق الأول وهو الطريق غير المباشر. الطريق الثاني هو الطريق المباشر. الطريق المباشر له طرق، ولكن نكتفي بطريق واحد. إذا تراجعون كتاب المهدي في نهج البلاغة كتبه أحد العلماء الفعليين، يذكر في هذا الكتاب أكثر من 100 عالم من علماء السنة الذين صرحوا بولادة المهدي المنتظر ووجود المهدي المنتظر، أكثر من 100 واحد. وهذا الطريق مباشر
لإثبات وجود المهدي المنتظر بالفعل، لا أنه يأتي في المستقبل. بعد هذا البحث ننتقل إلى بحث آخر مختصر، وهذا البحث بحث الذين تشرفوا بلقاء الإمام المنتظر. طبعا هذا يحتاج إلى قابلية، يحتاج إلى رياضة. الذين تشرفوا أيضا بلقاء الإمام كانوا على درجات ومراتب، بعضهم رأى الإمام في المنام، بعضهم سمع صوت الإمام ولم يرى الإمام، بعضهم رأى الإمام ولم يتمكن أن يتحدث معه، بعضهم رأى الإمام وتحدث معه. هذه مراتب. نحن نذكر ثلاث قضايا مختصرة جدا، لأن نقلت لنا من قبل الثقات، بعض الثقات، بشكل مختصر نذكرها لعلنا نحاول أن نحصل ولو على بعض هذه الدرجات والمراتب. هذه القضايا كلها تتعلق بعالم واحد نذكره إن شاء الله في نهاية الحديث. القضية الأولى، هذا العالم ذهب إلى مسجد سهل 40 ليلة أربعاء، وفي خلال هذه الفترة كان يقوم برياضة شديدة. 40 ليلة أربعاء هذه تستغرق حوالي عام واحد، برياضة شديدة. مثلا كان يأكل خبز وبرتقال، يأكل برتقال يخلي شيف من البرتقال في الخبز ويأكل. أحيانا كان يأكل خبز وشاي فقط، أحيانا كان يأكل خبز وملح فقط. هذا من ناحية رياضة الأكل، وأيضا المواظبة من الجهات الأخرى. وفي ليلة الأربعاء الأخيرة ظاهرا يعني، لأن الناقل ما نقل لنا بالضبط أي ليلة من ليالي الأربعاء كانت، ظاهرا الليلة الأخيرة، هذه الرياضة وهذا التوجه الكثير أثمر، ورأى الإمام في مسجد السهلة. والإمام المقدار المنقول، هذا المقدار الذي نقل أنه قال له اكتب الكتب، مع أنه في ذلك الوقت التأليف ما كان متداول وما كان متعارف. فعاد هذا العالم إلى بلده، وكان عنده في اليوم 7 أو 8 تدريسات كل يوم، كان ركن من أركان الحوزة. هذه دروسه وتدريساته، فتركها كلها دفعة واحدة كل. طبعا 8 تدريسات لعالم كبير في حوزة، هذا يأثر في نظام تلك الحوزة، فضغطوا عليه ضغطا شديدا ولم يقبل إطلاقا، وبدأ بالتأليف المكثف. حتى نقل لي هذا الناقل الثقة، قال إنه في بعض ليالي الشتاء كان يجلس من بعد الإفطار إلى قريب أذان الصبح 8 ساعات 10 ساعات ويؤلف. مثلا 3 مرات كان يقول، كان يقوم
ومثلا يشرب شربة أو يشرب ماء أو ما أشبه ذلك ويعود إلى تأليف لجرة واحدة. وهذا المقدار من التأليفات يمكن أن يكون من آثار تلك الكلمة أنه اكتب ال. نظير هذا ما ينقل عن السير عبد الله شبة رحمة الله عليه أنه رأى الإمام الكاظم في المنام فأعطاه قلما. سيد عبد الله الشبة من الأفراد الموفقين في عالم التأليف، ما أدري عنده 500 كتاب أو أقل أو أكثر، فالحدود يمكن 400 كتاب عنده. يعني هو هذا التوجه مؤثر في توفيق الإنسان. عالم يعيش في الحوزة العلمية 80 عام ويكتب كتابا واحدا أو كتابين أو 30 كتاب، أما عالم يوفق هذا المقدار من التوفيق، هذا يجب أن يكون أمرا خارقا للعادة، أمر غير متعارف. هذه القضية الأولى التي كانت في مسجد السحل، ولعل القضية أكبر من هذا وفيها جوانب ثانية ولكن لم تنقل. القضية الثانية هي أيضا تتعلق بنفس هذا العالم، وهذه القضية في أواخر وجوده في كربلاء، يعني في شهر العام الأخير من وجوده في شهر رمضان، يعني بعده خرج من كربلاء بحوالي يمكن 11 شهر تقريبا، لأن الخروج من كربلاء كان في شهر رمضان اللي كان هنالك موكب يذهب إلى سامراء كل ليلة بتحريضه وتشويقه، فليلة من ليالي شهر رمضان ذهب معهم مع ذلك الموكب إلى سامراء، وفي سرداب الغيبة كما نقل هذا الناقل الثقة تشرف بلقاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ولا نعرف تفصيلا كثيرا حول هذا اللقاء الثاني. أما القضية الثالثة فقد كانت في الكويت، وذلك بعد رياضة شديدة استمرت عاما ونصفا بعدم أكل الأشياء الحيوانية مطلقة سنة ونصف، مع تلك الولائم اللي أحيانا كانت تقام والتي كانت عامرة بمختلف الأطعمة، مثلا كان يأكل الخبز والزلاطة أو ما أشبه ذلك سنة ونصف طالع. هذه الفترة فترة الرياضة، وفي تلك الفترة كانت هنالك عواصف كبيرة شديدة وأجواء مشحونة وملبدة ومنشورات وكتابات وما أشبه ذلك، فأيضا نقل هذا الناقل أنه في مرة في ليلة أو في يوم من الأيام تشرف باللقاء وقال له الإمام صلوات الله عليه إن هذه الأشياء ليست شيئا، يعني لا تهتم بها، هذه الأشياء لا تؤثر، وأمره أيضا بإنهاء فترة الرياضة على هذا النحو. ولذلك بعد تلك القضية فجأة ترك
المنهج الرياضي الذي كان عليه، يعني في الطعام والشراب. هذه ثلاث قضايا نقلها بعض الأعلام الثقات حول الوالد رحمه الله. وهنالك قضية رابعة أيضا اتفقت في قوم، ولكن لا أعلم أنها كانت لقاء أو كانت صوتا. الذين كانوا في قوم يجب أن يسأل منهم. على كل حال الإنسان يجب عليه أن يحاول، حتى إذا لم يصل إلى هذا المقام، على الأقل يكون ملحوظا ويكون في رعاية الإمام، لأن اعتناء الإمام بشخص معين هذا عامل من عوامل توفيق. أحيانا الله تعالى أو الأئمة أو الإمام المهدي لا يعتني بشخص، يكلونه إلى نفسه، هذا ما يوفق في حياته. وأحيانا ينظرون إليه ويلاحظونه ويعتنون به ويدعون له، اللي هذا يسبب توفيقات هائلة في حياته. وإحنا مع الأسف هذه القضية صايرة من المهملات عندنا، يعني قضية عادية صايرة في دعاء الندبة: عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. واحد يكون محروم من هذا الفعل ولا يتأثر لذلك ولا يتألم لذلك، هذا معناته أن هذه القضية مو مهمة عنده، مع أن هذه القضية من القضايا المحورية ولها موضوعية وتسبب توفيق الإنسان في القضايا الدنيوية والأخروية. فينبغي أن يهتم الإنسان ولو بمقدار بهذه القضية. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله عليه وسلم.